تمكنت وحدة شرطة العمران وحماية البيئة لأمن ولاية مستغانم بتاريخ 11/4/2020 من إحباط عملية تسويق لحوم مذبوحة خارج المذابح ومجهولة المصدر منقولة على متن مركبة غير مهيئة لذلك، حيث تم ضبطها عند أحد الخواص بحي 5 جويلية بمستغانم. الكمية المحجوزة بلغت 300 كيلوغرام من لحوم الخروف و 128 كيلوغرام من الأعشاب. تم اتخاذ إجراء قضائي ضد السالف الذكر، سيرسل إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم. فيما الكمية المحجوزة من اللحوم تم تسليمها إلى حديقة التسلية بمستلاند مستغانم، وبعد فحصها من طرف الطبيب البيطري للحديقة تبين أنها غير صالحة للاستعمال والاستهلاك الآدمي. وشكرا.